مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة خاصة حول الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال أيام هذا الأسبوع. ملخص هذه الأحوال: أمطار موسمية غزيرة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة تقريبا طيلة أيام الأسبوع، أشدها راح تكون يوم الثلاثاء، وتشمل مكة المكرمة في بعض الأيام خاصة في منتصف هذا الأسبوع يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وهذه الأمطار تترافق بالأمطار بالعواصف الرعدية والبرد أحيانا. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط الجوية التي نلاحظ عليها الهطول، نلاحظ أن الهطول يوم الأحد سيكون بعد الظهر والمساء في المناطق الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية حتى تشمل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة أحيانا، لكن بعد منتصف الليل تضعف فرصة هطول الأمطار تقريبا، ثم تتجدد يوم الاثنين صباحا في المنطقة الجنوبية الغربية نجران وجازان وأبها، ثم تمتد تدريجيا مع ساعات النهار لتشمل الباحة والطائف، وتقترب أيضا من مكة المكرمة في ساعات المساء والليل وأيضا المدينة المنورة. إذن أمطار في المنطقة الجنوبية الغربية والغربية أيضا تشتد بعد منتصف الليل، وأيضا تشتد يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء تصبح غزيرة في المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة. لذلك نحذر من غزارة الأمطار يوم الثلاثاء بعد العصر والمساء وأثناء الليل، وقد تكون شديدة وغزيرة في مكة المكرمة والطائف والباحة وأبها، وقد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. ونرجو للجميع السلامة، وبتستمر تقريبا أثناء الليل، لكن بعد منتصف الليل تضعف تدريجيا وتنحسر في بعض المناطق الجنوبية الغربية وتتلاشى يوم الأربعاء صباحا، لكن تتجدد يوم الأربعاء أيضا ظهرا في منطقة نجران وجازان وأبها والباحة والطائف، وتقترب مع ساعات المساء لتشمل مكة المكرمة وأجزاء من حول المدينة المنورة، وتكون في منطقة أبها غزيرة. وهذه الأمطار تكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد، وأحيانا تتصاحب مع رياح بتكون شديدة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أيضا. ويوم الخميس تضعف فرصة الأمطار، لكن تبقى موجودة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة: هذه الليلة أجواء تقريبا حارة نسبيا، العظمى المتوقعة في الرياض بحدود 31 درجة مئوية. والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: طبعا أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، أجواء حارة في الرياض ومقبرة يوم الأحد، والعظمى المتوقعة 43 والصغرى 31، كذلك يوم الاثنين العظمى 42 والصغرى 32، والثلاثاء 43 والصغرى 33 درجة مئوية. وبناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد بتكون في المناطق في تبوك 38 العظمى والصغرى 37، أجواء حارة، سكاكة 38-27، عرعر 39-28 درجة مئوية. والمنطقة الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية مطر خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر والعصر والمساء وجزء من الليل في المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف. وهذه الأمطار تكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والعواصف الرعدية والبرق والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. العظمى المتوقعة في المدينة المنورة 40 والصغرى
33، جدة 39، 33، مكة المكرمة 40، 31، والطائف 31 إلى 24 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، الباحة 24، العظمى والصورة 19، أبها 27، 18، وجازان 34، 28، والأمطار تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد أحيانا، وأحيانا تنتج عنها رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب إثارة الغبار والأتربة. المنطقة الشرقية الدمام أجواء مغبرة وحارة 45-34، حفر الباطن أجواء حارة ومغبرة 43-30، والإحساء أجواء حارة جدا أو شديدة الحرارة 46-34 درجة مئوية. وأخيرا المنطقة الوسطى أجواء حارة مغبرة حائل 37-27، بريدة 42-28، والرياض 43-31 درجة مئوية. وبالتالي فإن أهم التوصيات والتنبيهات، أول شيء الانتباه من شدة وغزارة الأمطار خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والغربية، وهذه الأمطار زي ما حكينا تشمل مناطق مكة المكرمة وأحيانا المدينة، وأحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، وعدم المجازفة أيضا نرجو من الجميع عدم المجازفة بقطع مجاري الأودية والسيول، وأيضا الانتباه من شدة العواصف الرعدية وخطر الصواعق، ونرجو للجميع السلامة. شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.